صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا فيه على الفيديو ده. انا احمد عرفات ودي صفحتكو Travel and Study in Japan، صفحة اللي بنتكلم فيها عن اخر اخبار اليابان. النهاردة على غير العادة التصوير من مكان خارجي زي ما انتوا شايفين كده، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مش متناسب مع هذا الجو المشرق ولكنه موضوع انا كنت شايفه ان هو مهم. ممكن نبدأ سلسلة فيديوهات عن نفس الموضوع، ما هي أضرار أو ما هي السلبيات أو ما هي المشاكل اللي بتيجي من السفر. معظم الناس لما بتتكلم عن فوائد السفر، وفوائد السفر لو أوجزناها فهي فكرة إن أنت بتتعرف على ناس مختلفين، بتعيش في مكان مختلف، بتتعرض لتجارب مختلفة عن التجارب اللي أنت هتتعرض لها لو أنت مقيم في بلد واحدة أو ما بتسافرش كتير. لو انت واحد اتولد مثلا في دولة زي مصر، فهو معروف ان المرتب بتاعك هيبقى رينج معين مش هيتغير كتير. لو سافرت بلد مثلا زي الدول الخليجية، لو سافرت دولة من الدول الاوروبية، لو سافرت امريكا، لو سافرت كندا، لو سافرت دولة من الدول الديفلوب دي، هتلاقي ان الموضوع اختلف معاك بشكل كبير. فكرة ان انت مش هتبقى بتحاول توفر اساسيات الحياة، بمعنى ان انت مش هتقعد تفكر كتير في موضوع الاكل والشرب او السكن، هتبقى بتفكر في رفاهيات بالنسبة للحاجات اللي الناس بتفكر فيها في مصر، اللي هو السكن، ازاي تتجوز، ازاي تاكل وتشرب. فدي مميزة من مميزات الغربة او مميزات الاغتراب او مميزات السفر، اللي ناس كتيرة بتختار السفر عشان توفي بهذا الموضوع. زي ما هو ليه مميزات كتير وزي ما هو ليه حاجات بتشد الناس ان هم يسافروا، في حاجات كتيرة بتخلي الناس ما ياخدوش قرار السفر ده بسهولة. حاجة من الحاجات اللي ما بتخليش الناس تاخد موضوع السفر بسهولة هي فكرة العزوة او الاهل. بتبدأ واحدة واحدة تنسى فكرة ان انت عايش مع اهلك، وفكرة ان انت بتروح البيت بتشوف مامتك، بتشوف باباك، بتبدأ تكلمهم، بتشوف اخواتك، تناكل فيهم شوية، تتخانق معهم شوية. كل الكلام ده زي ما تقول بيروح، بيستبدل مكانه بيه. يا اما انت بتدرس فانت في عندك زمايلك في الشغل او زمايلك في الدراسة تبدأ تتعامل معهم كل يوم، ولكن في الاغلب بتكون سمات او صفات او طريقة تعامل الطلاب او صفات الناس اللي هي معاك في الشغل ما بتبقاش زي صفات اهلك اللي انت تربيت معاهم واللي انت شفتهم طول عمرك. ودي مش حاجة هتقدر ان انت تتعود عليها بسهولة، وممكن تقول عليها ان هي مميزات ان انت بتخرج من الكومفورت زون اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده. فكرة انت بتخرج من الحتة اللي انت مستريح فيها، الحتة اللي انت كل حياتك قضيتها فيها، وبتبدأ تخرج لحتة مش سهلة، لا انت بتدخل لحتة صعبة شوية. فده ممكن يثقل شخصيتك شوية، يخليك قادر ان انت تعمل حاجة كتير. ولكن العيوب يعني الواضحة جدا في هذا الموضوع ان انت ممكن ما تلاقيش حد قريب منك بسهولة تحكي له عن مشاكلك، تقول له عن الحاجات اللي بتحصل لك. ممكن الناس يبقى عندهم نفس المشكلة مع اهلهم، ان هم بيتكلموش مع اهلهم وكلام ده، بس اتكلمش برضه ساعة على الاهل. انا بتكلم على الاهل والصحاب اللي بيتكلموا نفس لغتك، اللي بيتعاملوا معاك في نفس المجال بتاعك، نفس اللير بتاعتك او الطبقة بتاعتك. فان انت تلاقي حد بالشكل ده في دولة من الدول اللي هي ما بتتكلمش لغة عربية صعب جدا. طبعا لو اتكلمت في اسيا فهو الموضوع شبه مستحيل يعني، لان الاعداد هنا لو بنتكلم على اليابان كحالة اعداد العرب والمصريين قليلة جدا. حتى اللي موجودين كل واحد مشغول فيهم بحياته، اللي متجوز واللي مشغول بدراسته. فكرة ان انت تلاقي كوميونيتي او مجموعة ناس حواليك مهتمين بنفس اهتماماتك ومهتمين يشاركوك في افكار معينه هنا اقل بكتير من بلدك اللي انت عايش فيه. فدي اول حاجه عايزين نتكلم عليها، فكره الاهل والصحاب. تتاقلم بقى بان انت بتحاول تخلق طبقه اخرى من المغتربين اللي زيك، او طبقه من الناس المختلفين عنك في ثقافتك بشكل قليل، بحيث ان انت تكمبرومايز. الحاجه الثانيه ان انت وانت في الغربه كل شيء غريب عنك. زي ما انتوا شايفين كده المكان اللي انا قاعد فيه هو مش مكان حلو قوي، بس الجو حلو، مكان مفتوح، انت شايف قدامك البحر وشايف قدامك طبيعة كويسة وشايف ان مفيش تلوث. مش دايما بتبقى حاجة حلوة. لو واحد زي اتولد في القاهرة وهي مدينة سيئة جدا للحياة، ولكن اضواء القاهرة الليلية
بتجنن الناس يعني. بتجنن انا شخصيا لما بنزل مصر. هي ممكن ما تبقاش صحيه، وممكن يكون الاضواء دي بتخلي لك تعمل لك اضطرابات النوم وما بتعرفش تظبط مواعيد نومك كويس، ودي بتضرك وكل حاجه يعني. اظل لهذا الجو نوع من البريق للمغتربين بشكل عام، وللناس اللي هم عايشين بره القاهره، لان القاهره ليها اضواء مميزه جدا. طبعا كل مدينه بتعيش فيها ليها اضواء مميزه، فانت او ليها طابع مميز، فانت لما بتسافر بره المكان اللي انت اتولدت فيه وتربيت فيه لمكان تاني، حتى لو بيتكلموا نفس اللغه، بتحس ببعض الغربه، ودي ممكن تكون حاجه من السلبيات اللي هتحصل لك لما تختلف. حاجه مهمه كمان في موضوع الاغتراب، انك لما هيحصل لك مشكله، تتخبط مثلا، يحصل لك حادثه، يحصل لك مصيبه من مصايب، اتسرقت مثلا، فكره ان انت مش عارف النظام بتاع البلد ايه، ومش عارف انت مفروض تروح فين وتعمل ايه، ومش عارف انت هيتعاملوا معاك ازاي في البلد اللي انت فيها دي، هل هم هيتعاملوا معاك بشكل طبيعي ولا هيكون في نوع من انواع العنصريه. كل الحاجات دي عشان انت مش عارفها ممكن تكون سبب لمشكلة أكبر من المشكلة اللي كانت هتحصل لك لو كنت في بلدك. حصل لك حادثة مثلا في بلدك اللي هي مصر، فأنت هتلاقي أهلك كلهم جريوا عليك في المستشفى وقعدوا يحاولوا يساعدوا إن هم يعالجوك بأحسن شكل ممكن، ويسألوا ويستفسروا. تلاقي حد بات معاك في المستشفى أول يوم وتاني يوم، أوضاع طبيعية طبعا. ولكن في الغربة تعتمد بشكل أساسي على الدولة، تعتمد بشكل أساسي على الحكومة. عمال حصل لك حادثة، أقرب واحد هيتصل بالإسعاف، الناس هنا هيتصل بالإسعاف، لو اتكلم على اليابان يعني مش هيسيبوك تموت غالبا يعني، هيتصلوا بالإسعاف بس ده آخرهم، هيتصلوا بالإسعاف. الإسعاف هيجي يكلفتك ويحطك في نقالة وخلاص كده، رحت المستشفى، هتقعد في المستشفى لوحدك لو انت ليك صحاب ولا حاجة، هيجي يزوروك مرة أو مرتين في الأسبوع، ولكن you are on your own، أو زي ما بيقولوا انت بطولك يعني، مفيش حد سندك غيرك. وده احساس لبعض الناس كويس، فكره ان انا معتمد على نفسي ومعتمد على قدراتي ومش محتاج ان حد يسندني ومش محتاج مساعده حد. ولكن لمعظم الناس انت بتحس بالوحده، بتحس ان انت مفيش حد معاك، مفيش حد يسندك، مفيش حد قادر ان هو يؤثرك يعني او ياخد بايدك. فده احساس مش سهل واحساس مش كويس. في سلبية كمان من موضوع الغربة، وممكن يبقى الموضوع أكتر في جنوب شرق آسيا، نتكلم على اليابان، فكرة إن الناس هنا بمجنونة شغل، فكرة إن الشغل هو كل محور حياة الناس. الناس هنا بتروح الشغل من الصبح لحد بالليل، ما بيعملوش حاجة تانية في حياتهم. مش حاجة كويسة للناس تربت في البحر المتوسط يعني، الناس اللي هم الأسبان، الإيطاليين، المصريين، الليبيين، الجزائريين، المغاربة، التونسيين. الشعوب دي تعودت ان هي تنزل تروح تتكلم مع الناس، تتناقش، تضيع أيام وسنين في مناقشات ملهاش أي لازمة. ولكن جسوت هذه المناقشات اللي هي ملهاش لازمة، سواء أهلي وزمالك، سواء كيف بدأ الخلق وكيف بدأت الفلسفة وكيف بدأ كل الحاجات اللي هي اللطيفة اللي احنا بنتناقش فيها على القهاوي يعني، هي مش ملهاش هدف. هي ليها هدف، فكرة ان انت بتحس بالتشاركية وبتحس ان ليك وجدان وليك طريقة تفكير، وان في بعض الناس مختلفين عنك في طريقة تفكير وناس متفقين معاك. حتى المناقشات الفلسفية اللي ملهاش لازمة دي، ناس كتيرة بتبدأ ان هي ايه توصل منها لقيمة من الحياة، فكرة ان انت لماذا اعيش او لماذا انا موجود. ولكن انا في اليابان ناس هنا شغل فقط لا غير، ناس بتشتغل من الصبح بالليل، تخلل هذه الحياة العملية بعض الاطياف او بعض اللمحات من الحياة الطبيعية. وهذا شيء لو تعلمون صعب جدا، لانك day in day out شغال طور في ساقية، كل يوم شغال في نفس شكل بنفس الطريقة، مفيش اختلافات كتيرة. فدي حاجة مش حاجة سهلة. لو انت راجل بتحب الشغل وشايف ان الشغل اولوية اولى في حياتك ومش مفروض انت غير ان انت تشتغل، هدي هتكون بلد جميلة جدا بالنسبة لك، اليابان او شرق اسيا بشكل عام. ولكن فكرة الاستمتاع بالحياة بس، مش فكرة ان في اماكن حلوة برة هي جميلة وقاعد في الشمس وقاعد الجو جميل ومفيش تلوث، لا. فكرة ان انت يبقى عندك وقت تقعد وتعمل الكلام ده، ودي حاجة انا بفتقدها جدا، وده فرق من الفروقات بين حياتي كطالب وحياتي كواحد بيشتغل دلوقتي في اليابان.
انا ما بيجيليش فرص كتير ان انا اخرج اقعد هنا او اقعد في اي حته فيها شمس في الايام العاديه. معظم الايام اللي انا بنزل فيها بتبقى ايام اجازات، وساعات كتير ببقى تعبان جدا من الشغل لدرجه ان انا ما بخرجش من البيت غير الساعه 3 4 بتكون الشمس غابت وما بيبقاش فيه فرصه ان انا استمتع بهذا الوقت. فدي ممكن نقول عليها ضرر من اضرار الغربه مثلا، ان انت فكره ان انت اولا ما عندكش الوقت الفاضي، ما عندكش المجال ان انت تقعد تتكلم في حاجات ملهاش ثقل، حاجات بره الحاله العمليه، وحاجه كمان ان انت ما عندكش وقت كافي ان انت تستمتع بحياتك لانك على طول بتلف في ساقيه، ساقيه الشغل، ساقيه الدراسه، ساقيه ريسيرش، على طول في حاجه بتعملها وفي هدف بتعمله، حاجه حلوه ووحشه في نفس الوقت. حاجه حلوه ان انت بتحقق حاجه، بتعمل اتشيفمنت، تسيب اثر، ولكن حاجه وحشه ان انت ما عندكش فرصه ان انت تستمتع بحياتك. ممكن هي دي العيوب اللي انا شايفها او الحاجات الوحشه في الغربه اللي انا شايفها لحد دلوقتي في خلال سنين حياتي في اليابان. لو في عندكم حاجه عايزين تقولوها تضيفوها لهذا الموضوع يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات، اعملوا شير واعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، لان المشروع اللي احنا شغالين فيه ده مشروع تطوعي بشكل كامل، بينضم لينا في التيم بتاعنا افراد جداد، وفي افراد طبعا هيخرجوا بسبب ان هم هيسافروا من اليابان. فانتظرونا وهنشوف كل جديد معاكم ومعانا في صفحتكم Travel and Study in Japan. الصفحة دي قايمة على مشاركاتكم بشكل أساسي وبعض المشاركات. شكرا ليكم ونشوفكم في فيديو جديد.